20 مليار دولار هو المبلغ الذي وجهته الحكومة للدعم الاجتماعي. مصادر منها تؤكد أن سياسة الدعم المنتهجة منذ الاستقلال ستبقى مستمرة، غير نافية سعيها هذه المرة لضبط هذه العملية. رغم أنه هناك عجز كبير خاصة في الدعم الإجمالي اللي هو تقريبا 15 مليار دولار، ولكن هناك مادة قانونية اللي هي 188 في قانون المالية 2022 طبعا لتوجيه الدعم للأسر التي تحتاج طبعا أو الأسر الهشة، ولكن قرار سيد رئيس الجمهورية طبعا قرر أنه يبقى نفس الدعم إلى غاية توفير خاصة بيانات ومعطيات حقيقية بالنسبة للأسر من خلال طبعا رقمنا. غياب قواعد البيانات التي تسمح بتحديد الفئة التي تحتاج إلى الدعم جعل من أرباب العمل والفئات المقتدرة تستفيد بشكل أكبر أحيانا من الدعم الاجتماعي، فالمساواة أمام فرص الاستفادة أوجد حالة من اللاعدل، يقول بعض المحللين. ونظام يعني لديه عبء مالي كبير بالمقابل لا يوفي بغرضه، بحيث أن هناك فئات اجتماعية كبيرة تستفيد منه، وبالتالي لا يوجد هنا قاعدة بيانات أساسية تحدد من يحتاج إلى الدعم من عدمه، وبالتالي فهو يعني من جهة يزيد من عجز الخزينة العمومية الذي هو في حدود 4000 مليار دينار جزائري، بالإضافة إلى أنه يعني مدام غير مستهدف فهو يعني يمس شرائح متعددة من المجتمع الجزائري بما فيهم الأثرياء. وتؤكد مصادر حكومية على بداية تعافي الاقتصاد الوطني بعد ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها. عملية تحديد الفئة المحتاجة تتطلب جهودا من طرف السلطة لتشكيل قواعد بيانات دقيقة تمكن من وصول هذا الدعم لمحتاجيه. من الجزائر سارة بنا اليوم.